يركز على أنه الحل ليس عسكريا، الحل سياسي، المبادرة والرعاية مصرية لكن المبادرة ليبية، ليبية محاولة حل مشكلة والأزمة الليبية الموجودة الآن. أولا المبادرة يعني أنا شايف أنها لم تخلق من عدم ولن تتحرك في الفراغ ولن تفعل، هي بنيت على القرارات الدولية والقمم السابقة والمبادرات الدولية بشأن ليبيا بما فيها، وده الأهم، الرؤية الليبية لحل الأزمة، الرؤية الليبية الليبية المتوافقة مع الدستور الليبي ومع تطلعات الشعب الليبي، ده يجعل المبادرة قابلة للحياة. يعني ألمانيا كان في آلية لألمانيا مهمة، آلية برلين، أبو ظبي كان ليها قمة، روما، باريس، كل دول كان ليهم قمم، حاوت المبادرة تلك القمم دي كلها، فأصبحت كل تلك الدول مدافعة عن المبادرة المصرية لأنها لم تتعارض معها. الأهم من ده أن أول مبادرة كاملة فيها خريطة طريق لحل الأزمة في ليبيا فيما يتعلق بالانتقال السياسي السلمي وصولا لجيش واحد، توحيد المؤسسات الأمنية، تماسك مؤسسات الدولة، والقضاء على الميليشيات وأشكال الإرهاب وفوضى السلاح في ليبيا عبر مسار دستوري، في دستور مؤقت، دستور دائم، في انتخاب لرئيس، انتخاب لبرلمان ومؤسسات تشريعية. كل المبادرات طبعا بتبدأ بوقف إطلاق النار، يعني كل المبادرات كانت لا تحوي رؤية كاملة أو إطار سياسي كامل متكامل. طيب السؤال الأهم عند الناس ده، طب ما العمليات مستمرة، يعني الجانب الإخواني، الجانب حكومة الوفاق، الجانب الإرهابي لم يتوقف على أعمال عدائية. المبادرة موجهة للمجتمع الدولي وللشعب الليبي، الشعب الليبي في كافة الأراضي والتراب الوطني الليبي. ليه؟ لأن الطرف الآخر هو مستفيد من الصراع، فالمبادرة أرسلت رسالة أن الطرف الشرعي اللي فيه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والمشير خليفة حفتر القائد العام هو يطلب الحل السياسي ويرغب في الحل السياسي. الطرف الآخر تقصد السراج وتركيا؟ السراج وتركيا وميليشيات الإرهابية التابعة المرتزقة التابعين لحكومة الوفاق. فبالتالي لما العالم يتبنى هذه المبادرة تتحول إلى آليات تتبناها الأمم المتحدة بقرارات مجلس أمن صادرة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قابلة للتنفيذ بالقوة، سواء بقوات أممية أو قوات تفوض أمميا. الأهم من كده لو حد تابع البنود خريطة طريق اللي هو إعادة انتخاب مجلس رئاسي من الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس. طب المجلس الرئاسي ده لو وافق الدول المجتمع الدولي على خريطة الطريق يصبح هناك رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة جديد باعتراف دولي، يصبح السراج ليس له وجود قانوني أو شرعي داخل كل الأراضي اللي بيه. في الحالة دي تم إسقاط السراج ولكن بطرق سياسية دبلوماسية شرعية دون اللجوء إلى البنادق اللي احنا عايزين نسكت فوهات تلك القناة البنادق. الأهم من كده في ناس تقول لي، يعني أنا كان لي أحد اللقاءات فبقول في البداية العالم يعرف أن تركيا موجودة في ليبيا، فالناس يقول لك ما العالم كله عارف. في فرق ما بين ان الاعلام يقول وانا وحضرتك نقول وان يصدر قرارات او اعلانات رسميه من منظمات دوليه. حتى الان لا يوجد اعلان واحد من مجلس الامن او من الجمعيه العامه المتحده او اي مؤسسه دوليه بالوجود التركي في الاراضي الليبيه. كل الكلام مجهل. اطراف الصراع، الدول التي تغذي الصراع، يعني احنا عايزين يوصل العالم يقول له تركيا يا تركيا انت في حاله احتلال لاراضي عربيه عليك الرحيل، يا تركيا انت بترسلي مرتزقه وسلاح ومخالفه لقرارات امميه بدءا من قرار 1970 لعام 2011 بحظر كافه انواع السلاح والمعدات بما فيها المدنيه التي يمكن استخدامها في الوجود الحربي. تركيا بتعلن رسمي انها تورد السلاح لليبيا. تركيا بتعلن رسمي ان هناك خطوط طيران ما بين قاعده معيتيقه ومطارات منها اسطنبول. على سبيل المثال الاسبوع اللي فات كان في 11 رحله في 7 ايام من طيارات نقل عسكري سي 130 هيركليز، نقلت مرتزقه وصل عددها من بدايه يعني ابريل 2019 لما اقترب من 17,000. دي الاليات اللي هتضغط على
الجانب التركي، بالإضافة لأن روسيا مؤيدة، بريطانيا مؤيدة، فرنسا مؤيدة، إيطاليا مؤيدة، السفير الأمريكي طلع بيان بتأييد. طبعا دول عربية، دول الاعتدال، الإمارات، السعودية، الأردن، يعني الدول الكثيرة. طبعا في دول تحفظت وفي دول عربية وفي دول يعني قريبة من ليبيا يعني كان لها رؤية أخرى، لكن في الأخير القوة الضاربة تونس والجزائر، يعني تونس والجزائر، تونس والجزائر. يعني حتى الجزائر يعني كان البيان، كنت بقول يعني يا ريته ما قالوا، يعني في البيان بيقول احنا لنا رؤية ان نكون على مسافة واحدة. طب ما احنا على مسافة واحدة فيما يتعلق بالحل السياسي، لكن مش على مسافة واحدة من الإرهابي والمواطن الشريف. حي. طيب عايز انتقل لنقطة أخرى وهي نقطة في غاية الأهمية. مؤتمرات الشباب اللي بتبقى موجودة في مصر، هذه المؤتمرات